أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين تمتلك سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك المعظم لحفظ وحماية حقوق الإنسان وفق رؤية حكيمة ومستنيرة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة 23 الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المقدم من مملكة البحرين في لجنة حقوق الإنسان العربية والتي أقيمت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن أكثر ما يميز التجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين في حقوق الإنسان هو حضور البعض الإنساني في كافة أركانها ومراحلها، مشيدا بهذا الشأن بالمرسوم الملكي الذي أصدره مؤخرا جلالة الملك المعظم بشأن العفو الشامل عن 1584 من المحكوم عليهم في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، مثمنا الجهود المتواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا وإرثا من التاريخ الحضاري والإنساني لمملكة البحرين، والتي نهضت على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم، مما جعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان. أكثر ما يميز التجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين هو حضور البعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها، والحقيقة أن هناك علامات مضيئة تميزت بها التجربة البحرينية في هذا الشأن، وأخص بالذكر هنا قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمة لتوجيهات جلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه بشأن تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية. وامتدادا لهذا النهج الإنساني الحكيم أيضا جاء المرسوم الملكي الذي أصدره مؤخرا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بشأن العفو الشامل من محكومين عليهم في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك حرصا من جلالته على لم شمل الأسر البحرينية وتعزيز استقرار مجتمعي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته حفظ الله ورعاه.